أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والبداية مع العناوين. موقع الحرة بعد تضامنه مع سجاد العراقي استهداف منزل ناشط في الناصرية. الزمان مهلة ساعات من المحتجين لكشف مصير الناشط سجاد العراقي. وفي العربي الجديد، العراق البرلمان والرئاسة يتنازعان الصلاحيات بشأن تعديلات الدستور. وفي الشرق الأوسط، الكاظمي يؤيد مبادرة الصدر بعد تلويح أمريكا بإغلاق سفارتها في بغداد. العرب اللندنية، لبنان يترقب الرد الفرنسي بعد نسف الثنائي الشيعي مبادرة ماكرون. الصين تهدم أكثر من 8000 معلم ديني للإيغور خلال 3 سنوات. وفي إندبندنت عربية، قيود جديدة في أوروبا لمواجهة كورونا، وأمريكا تتخطى حاجز 7 ملايين نسمة. قالت صحيفة العرب اللندنية أن نشطاء الحراك الشعبي في العراق وتحديداً في مدينة الناصرية يواجهون حملة ترهيب تشنها ميليشيات الحشد الموالية لإيران. وأضافت الصحيفة في تقرير لها بأن حملة الترهيب راوحت بين الاغتيال والاختطاف والاحتجاز القسري في سجون سرية، وصولاً إلى تفجير منزل ناشط مناوئ لها. الصحيفة قالت إن منزل المحامي حسين الغرابي، وهو واحد من أبرز نشطاء الحراك في ذي قار، تعرض للتفجير بعد ساعات قليلة من مطالبة الغرابي بالإفراج عن الناشط سجاد العراقي الذي اختطفه مسلحون مجهولون قبل أيام. وأشارت الصحيفة إلى أن الناشط حسين الغرابي هدد بأنه لن يسكت عن تلك الممارسات الإجرامية. ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن الاعتداء كان محدوداً من حيث الخسائر المادية ولم يسفر عن سقوط ضحايا، إلا أنه يشكل في توقيته رسالة ترهيب لنشطاء الحراك الشعبي المنادين بكبح النفوذ الإيراني ولجم سلاح الميليشيات. وبدا لافتاً أن هناك محاولات لا تهدأ لإخناد الاحتجاجات المناوئة لإيران والمنددة بالفساد وبسوء الخدمات والمطالبة أيضاً بالعدالة الاجتماعية. ذكرت الصحيفة أن العشرات من المتظاهرين قتلوا في احتجاجات أكتوبر 20 الأول 2019 بذخائر غاز ذات أغراض عسكرية إيرانية الصنع وليست معدة لتفريق المحتجين، كما قتل آخرون برصاص قناصة. تؤكد مصادر عراقية أنهم من الميليشيات الشيعية، كما تعرض العديد من نشطاء ثورة تشرين لعمليات خطف وتعذيب، وبعضهم لا يزال مصيره مجهولاً. وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إنه رغم تعهد الكاظمي مع توليه رئاسة الوزراء بمحاسبة من تثبت إدانته في هذه الجرائم، لكن إلى الآن لم يعتقل أي مسؤول سواء في قوات الأمن أو لم يعتقل الكاظمي أي مسؤول سواء في قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع احتجاجات بدأت سلمية أو من الميليشيات التي يتهمها الحراك الشعبي بقتل وخطف عدد من نشطائه. باتت احتفالات العالم بأيام محددة سنوياً، ومنها اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول مجرد مظاهر بروتوكولية سقيمة، وليس هنالك أي رد فعلي لمعانيها في واقع العديد من دول الشرق الأوسط التي تتخبط في صراعات متداخلة ما بين الحرب والفوضى. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن السلام لا يمكن أن يترعرع في العراق مع تنامي أوكار العصابات وقوى الشر وفي ظلال السلاح المنفلت. التطبيق الطائفي أو المزاجي للقانون من أكبر معاول هدم السلام في العراق،
ولقد رأينا كيف أن قوات مكافحة الإرهاب وبأوامر مباشرة من رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد فشلت في تفتيش بعض المنازل التابعة لعشيرة العساكرة في مدينة الناصرية الجنوبية خلال حملة عسكرية للبحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي. وقد أصدرت العشيرة بياناً شديد اللهجة رفضت فيه محاولات تفتيش المنازل، والأغرب أنها استنكرت تحليق طيران الجيش في سماء العشيرة. ومع ذلك رأينا كيف أن القوات الحكومية وقبلها مكتب الكاظمي شخصياً قدموا اعتذارهم لعشيرة العساكرة، رغم أن التحرك العسكري تم بعد أن أصدر القضاء العراقي مذكرتي قبض بحق المتورطين باختطاف سجاد العراقي في أطراف الناصرية. ومع ذلك فإن الحكومة فشلت في تنفيذ حملتها بسبب انتظارها تدخل جهود الوساطة العشائرية لإطلاق سراح الناشط المختطف وتسليم الخاطفين. الغريب أن بعض الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان والحكومة وقفت مع العشيرة ضد الحملة الحكومية، وهذا تناقض سياسي عجيب. هذا الموقف الحكومي الهزيل يؤكد أن الدولة لا تمتلك قوة عادلة، بل قواتها هشة وعاجزة عن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. الكاتب يرى أن السلام الحقيقي يبنى بفرض القانون ووجود قوة عادلة قادرة على تطبيقه على كل مجرم أو مخالف أو طائفي حقود، وإلا فلن ننعم بالسلام وسنبقى نتخبط في دهاليز الخوف والإرهاب. ليس في الإنزيه سوى الهم اللبناني، ولكن ليس في لبنان حتى غير تندر الناس المؤلم بعد قول الرئيس ميشيل عون بأنه إذا لم تشكل الحكومة فنحن رايحين على جهنم كما قال. راجح الخوري يرى في صحيفة الشرق الأوسط أنه رغم كل هذا يبدو أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مصمم وبعناد على سحب لبنان من بوابات الجحيم، ربما لأنه يكفي البلد المنكوب جهنم انفجار المرفأ وجهنم الإفلاسات والجوع ومواجهة خطر الزوال. كان الأمر مفاجئاً ومستغرباً أن تشترط الثنائية الشيعية أمرين، الأول أن تكون وزارة المالية من حصتها دائماً في الحكومات وهذا يتنافى مع الدستور، وأن تقوم هي بتسمية وزرائها في الحكومة وهذا يجعل من الرئيس المكلف ومن رئيس الجمهورية مجرد صندوقي بريد. كانت نتيجة اتصال ماكرون ببري والحريري أن هذا الأخير فاجأ حتى زملائه رؤساء الوزارات السنة السابقين بإذاعة بيان مساء الثلاثاء، قال فيه إنه يتجرع كأس السم مرة جديدة تسهيلاً للخروج من مأزق تشكيل الحكومة، وهو ما ذكر الكثيرين بالتنازلات السابقة التي قدمها أمام حزب الله قياساً على الموقف الشيعي المعقد والمدفوع إيرانياً طبعاً، خصوصاً بعد وصول محمد جواد ظريف فجأة إلى بيروت في 6 آب الماضي. بدا أن الأمر هو بصراحة مجرد قرار بزج لبنان المأزوم في أتون الصراع مع واشنطن حول العقوبات. المضحك المبكي طبعاً أن يكون لبنان الذي يواجه الانهيار والجوع والزوال أشبه ببلد لقيط قد يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يفرض عليه بالقوة تشكيل الحكومة، ولهذا لم يكن غريباً أن يدعو لودريان في كلمته أمام الأمم المتحدة إلى فرض ضغوط قوية من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراجه من أزمته الخانقة. وبحسب الكاتب فإن ما يثير غرابة الشديد هنا أن عون الذي خاطب الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني لم يتردد في توجيه مناشدة حارة إلى الأمم المتحدة ودول العالم لتقديم المساعدات الضرورية إلى لبنان الذي يسمع منذ أشهر كلمة واحدة من كل دول العالم تقريبا، أي ساعدوا أنفسكم لنساعدكم.
صار واضحا أن القضية الفلسطينية سوف تشهد مرحلة جديدة مختلفة عما واجهته على مدى تاريخها، ومن دون مبالغة هناك مؤشرات متسارعة إلى أنها تدنو من أكثر اللحظات صعوبة تراجعت فيها الخيارات إلى الصفر. بشير البكر يرى في صحيفة العربية الجديد أن ما يجري من مخططات علنية هدفه أخذ القضية الفلسطينية إلى ما دون الصفر. يوم الثلاثاء الماضي وقع ممثلو 6 دول تطل على ساحل البحر المتوسط في القاهرة اتفاقية لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية تضم إسرائيل، بينما غابت فلسطين التي كانت ممثلة في السابق في المنتدى. وفي اليوم نفسه قررت فلسطين التخلي عن حقها في ترأس مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية بسبب الهرولة غير المسبوقة نحو التطبيع. يبدو في الحالين أن القرار صادر عن القيادة الفلسطينية، ويطرح هذا التصرف من صاحب القرار أسئلة كثيرة عن الجدوى السياسية من الموقفين، وإلى أي مدى يخدمان قضية فلسطين في هذه اللحظة، سيما وأن كل ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة يهدف إلى تهميش فلسطين تمهيداً لشطبها من الخريطة الدولية. وبالتالي فإن تطوع القيادة الفلسطينية لإخلاء المكان يصب من دون قصد في صالح الهدف الأمريكي الإسرائيلي، ويخشى المرء أن تكون حسابات القيادة الفلسطينية غير مدروسة جيداً، وأنها متسرعة وتصدر ردود أفعال، وفي هذه الحالة ستكون نتائج ذلك كارثية على نحو ما حصل في الاجتماع أخيراً لمجلس وزراء الخارجية العربية، حين طرحت السلطة الفلسطينية مشروع قرار على المجلس يدين الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، ولكنها لم تنجح في الحصول على تأييد من المجلس. الكاتب يقول إن المعطيات كافة تؤكد على أننا في البداية، فالولايات المتحدة تملك من أوراق الضغط الكثير، ولن تتأخر في استخدامها من أجل تعميق الاتفاق الإماراتي الصهيوني على عدد أكبر من الدول العربية والإسلامية، في وقت لا تملك السلطة الفلسطينية سوى ورقة الشارع الفلسطيني التي يمكن لها أن تقف في وجه الحصار والتهميش. قال موقع ذا هيل الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع لحذف اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب، في تحرك قد يؤدي بالبلد الواقع شرق أفريقيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف الموقع في مقال للكاتبة لورا كيلي أن ترامب يريد أن يقدم إنجازا في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. الكاتبة ترى أن الوتيرة السريعة التي تأمل من خلالها الإدارة الحصول على الاتفاقية قد زادت من الضغوط على الكونغرس بعقبات قانونية يدفع من خلالها السودان تعويضات لعائلات المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في تفجيرات سفارتي أمريكا في تنزانيا وكينيا عام 1998، وكذا عائلات ضحايا 11 من أيلول، كما أن ضحايا الهجمات منقسمون حول التشريع الفيدرالي. وإن كان سيؤثر على القضايا التي تقدموا بها ضد السودان، ومع ذلك تدفع الإدارة وبشدة السودان لكي يعترف بإسرائيل، وكجزء من تعهد يقوم على إقناع 5 أو 6 دول عربية ومسلمة للتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد التوقيع على اتفاقيات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين. وقالت الكاتبة إن الاتفاقية مع السودان ستكون إنجازاً دبلوماسياً مهماً لترامب، خاصة أن الخرطوم كانت مكان اللاءات الثلاثة للجامعة العربية بعد هزيمة عام 1967، والتي أعلنت عن لا سلام ولا تفاوض ولا اعتراف. وأضافت الكاتبة أن ترامب يتطلع أيضاً لتسويق اتفاقياته في الشرق الأوسط رغم الرفض الدولي لخطته التي قدمها لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
مشيرة إلى أن التحرك لشطب السودان يحظى بدعم الحزبين اللذين يتعاملان مع تقوية النظام الناشئ هناك كضمان للمصالح الأمريكية، وإرسال رسالة من أجل دعم السكان الذين يعارضون الحكم الدكتاتوري. وتختتم الكاتبة بالقول إن النقاشات القانونية أدت لانقسام أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وهذا الخلاف متعلق بالطريقة التي ستتم فيها صياغة التشريع بشكل يعطي السودان الفرصة للالتزام وتسوية التعويضات لضحايا الإرهاب، وفي نفس الوقت يمنحه الحصانة من أي ملاحقات قانونية في المستقبل. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قيام الصين بهدم أكثر من 8000 معلم ديني يخص المسلمين الإيغور بمنطقة تركستان الشرقية شينجيانغ ذاتية الحكم غربي البلاد خلال الفترة من عام 2017 وحتى الآن. وأكدت الصحيفة في تقرير لها بأن بكين تتبع سياسة تدمير متعمد ضد الأماكن المقدسة الخاصة بالإيغور المسلمين. الصحيفة أشارت إلى أن معلومات أدلت بها مصادر رسمية محلية وأخرى مدنية ذكرت أنه بفحص صور الأقمار الصناعية اتضح أن الصين قامت منذ العام 2017 وحتى اليوم بتدمير 8500 معلم ديني تنوعت بين مساجد وأضرحة وأماكن مقدسة لمسلمي الإيغور، وهو رقم يعادل الثلث تقريباً من الأماكن المقدسة بمنطقة تركستان الشرقية. وتنقل الصحيفة عن راشيل حارس الباحثة من جامعة لندن المتخصصة في إجراء أبحاث حول موسيقى الإيغور وثقافتهم، تنقل قولها إن الذي نراه هنا هو تدمير متعمد لأماكن ذات قيمة كبيرة وتعد موروثاً للشعب الإيغوري. وأضافت الصحيفة أن تحقيقاً لباحثين في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية وجد أن الصين تقوم بتوسيع سياسة القمع لا تقييدها، مؤكداً أن السلطات الصينية شيدت 380 معسكر اعتقال لمسلمي الإيغور في منطقة تركستان الشرقية منذ عام 2017. وقال ناتان روسر الذي قاد مشروع البحث إن النتائج تدحض مزاعم الحكومة التي قالت إن المحتجزين في المعسكرات تخرجوا منها، مشيراً إلى أن الكثير من الذين احتجزوا في معسكرات الاعتقال وجهت لهم تهم رسمية ونقلوا إلى سجون عالية السرية بما فيها سجون واسعة أنشئت حديثاً. الصحيفة تشير إلى أن الصين رفضت أكثر من مرة الكشف عن عدد المواقع التي تستخدمها لاحتجاز المسلمين في شينجيانغ، لكن باحثي المعهد الأسترالي قاموا بفحص حوالي 380 موقعاً يشتبه بأنها مراكز احتجاز، وتم توسيع 61 منها في المنطقة القريبة منها، ومن بينها هناك 14 معسكراً لا تزال في مرحلة التوسع. فوجئ فرنسي بأن فاتورة وقوف سيارته في موقف سيارات في باريس هي 170,392 يورو، نحو 198,000 دولار بحسب ما نشره موقع الجزيرة نت. وصدم رولاند 60 عاما الذي يعيش في سين ومارن عندما اكتشف قيمة تذكرة وقوف سيارته في موقف إيديغو في محطة سان سولوبيس الواقعة في الدائرة السادسة من باريس. وبسبب تصميمه على عدم دفع هذا المبلغ الهائل أوقف رولاند سيارته أمام حاجز الخروج من موقف السيارات، والمشكلة أنه لا وجود لأي عامل في المحطة، وما عقد الوضع أكثر هو الازدحام المروري الذي خلفه، لذلك اتصل بحراسة موقف السيارات في المحطة. من جانبها أوضحت إدارة موقف إيديغو أن خطأ حاسوبيا حصل وهو ما سبب وقوع ذلك
وحلت المشكلة بسرعة حسب الشركة التي تمتلك 120 موقف سيارة في العاصمة الفرنسية باريس. والآن إلى الكاريكاتورة. وصلنا إلى نهاية الحلقة اليوم، شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.